ارم بي اف ام توحد الوجدان الجماعي وتؤكد روابط الانتماء والتمازج بين مكونات المجتمع. نشر ثقافة حقوق الانسان ومواكبة التظاهرات والاحتفالات. تلاقح الاجيال وتقوية النسيج الاجتماعي عبر احياء الفنون الشعبية والتراث. تابعوا برامجنا يوميا وعلى مدار الساعة على موجات راديو منزل بوزيان اف ام على الموجة 103 ميجاهرتز. RMBFM الصوت صوتكم. ونكمل هالعمرين على المهل وعلى الهوى.
برامجنا في كل المجالات. جديد الأخبار المحلية وانتظارات الشارع، صوت المواطن وأحلامه، مواهب شبابنا وإبداعاته، ثقافة، فن ورياضة، سياسة، تحليل ومؤانسة. استمعوا لبرامجكم على إذاعتكم إذاعة الصوت الحر، إذاعة منزل بوزيان اف ام، من 10 نصف النهار ومن 3 لل 5 على 103.5 ميجا هرتز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. ايامكم فل يسمع، وعلى اذاعتنا ان شاء الله تكونوا راضي. راديو منزل بوزيان، الصوت الحر. غنك فيروز، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرق عالدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيبي صباح نقاش وحوار، تحقيق ومتابعات حصرية لكل الأحداث فقط على موجة إذاعة منزل بوزيان اف ام. بانوراما، منوعة ثقافية ترفيهية تأمنها لكم كوثر حيدري. موعدنا كل يوم 10:30 على إذاعة منزل بوزيان اف ام. نور مستمعينا الكرام بمنزل بوزيان، موعد جديد مع بانوراما اللي تعدي لكم كل صباح كل يوم. مرة أخرى إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وين ما كنتوا تسمعوا فينا. معكم من أمام الميكروفون كالعادة كوثر حيدري. وكل من الفريق التقني منذر بن جد وجميل فاضل. وجسر عمامي في المتابعة. بانوراما اليوم فيها برشا أركين، فيها الأخبار المحلية، الطقس، بصمات على التاريخ، معلومة تهمك ومثل اليوم. ما تبدلوش الموجة وخليكم معانا باش نبدأ بأولى فقراتنا واللي هي الأخبار. لكن قبل هذه نمشي مع بعضنا نسمع نغم لحنين كرم ثم نعود. Yeah.
يلي تبغيني وعلاش هكذا معتبني، يلي تبغيني وعلاش هكذا مجريني، يلي تبغيني وعلاش هكذا معتبني، يلي تبغيني وعلاش هكذا مجريني، يلي تبغيني وعلاش هكذا افتتاح جمعية جديدة بضيعة الاعتزاز من معتمدية منزل بوزيان. فك اعتصام عدد من الأشخاص في الكسر من ولاية قفصة. إضراب عام لنقابات التربية من ولاية قفصة. رئيس نقابة ضباط الصف ورقباء الديوانة يقول الإضراب مفتوح ولن يعطل المسافرين. عدد من الأساتذة المعوضين يطالبون بالإدماج النهائي. نبدأ بأول الأخبار. يوم الخميس 23 جانفي 2014 افتتحت جمعية المرأة الريفية خيار وقرار للنهوض بالتنمية مقرها الكائن بالاعتزاز من معتمدية منزل بوزيان، وقد انتقل فريق مركز الإعلام الوطني لتغطية الحدث. أكد كاتب عام نقابة وحدات التدخل الوطني وحيد مبروك الجمعة 24 جانفي 2014 أن وحدات التدخل للحرس الوطني قامت في ساعة مبكرة بفض اعتصام عدد من الأشخاص على مستوى منطقة القزر، والذي تسبب في تعطيل سير قطار الفوسفات حسب تعبيره. يوم الخميس 23 جانفي 2014 إضراب عام بجميع قطاعات التربية بولاية قفصة، يأتي ذلك على خلفية جملة المطالب المحلية والمشروعة لمعالجة الوضع التربوي المتردي بالجهة الخاصة بعد تنفيذ وقفة احتجاجية في الغرض بمندوبية التربية يوم 7 جانفي 2014، وقد ندد نقابيون قطاعات التربية في بيان لهم بسياسة المماطلة وعدم الجدية التي تنتهجها وزارة التربية في تعاطيها مع مطالبهم، وهو ما فاقم المشاكل بمندوبية التربية وعموم المؤسسات التربوية وعطل مصالح المربين والتلاميذ. وقد أكد البيان على استعداد نقابات التربية للدخول في إضراب عام مفتوح في حالة عدم استجابة سلطة الإشراف للمطالب التي تضمنها عديد البيانات السابقة. قال رئيس نقابة ضباط الصف ورقبائه الديوانة رضا نصري أن الإضراب المفتوح الذي دخل فيه أعوان الديوانة يوم الجمعة 24 جانفي 2014 لن يعطل المسافرين. وأفاد نصري أن الدخول في إضراب مفتوح جاء على خلفية تجاهل السلطة المهنية للوقفة الاحتجاجية التي قام بها الأعوان، وأوضح كذلك أن من بين مطالب المحتجين تسوية المسار المهني للأعوان. نفذ يوم الخميس 23 جانفي 2014 عدد من الأساتذة المعوضين وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية بشارع باب لبنات، المطالبة بتسوية أوضاعهم المهنية وإدماجهم بصفة نهائية في السلك التربوي. وبعد أن استنكر المحتجون تدخل قوات الأمن لفض الاحتجاج، هددوا بالتصعيد وبغلق جميع المندوبيات الجهوية إلى حين الاستجابة لطلبهم. هكا نكونوا مديناكم بأهم الأخبار في على الصعيد المحلي والجهوي. نمر إلى فقرة أحوال الطقس. تكون درجة الحرارة بين 9 و 14 درجة مئوية، سرعة الريح 35 كيلومتر في الساعة، اتجاه الريح يكون شمالية غربية. مستمعينا الكرام، نعود بعد هذا النغم.
رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. فكركم اللي انتم مع برنامج بانوراما على إذاعة منزل بوزيان، إذاعتكم. كونوا صلنا الثالث ركن من أركان بانوراما واللي هو بصمات على التاريخ. في ركن بصمات على التاريخ اليوم باش نحكوا على أهالي منزل بوزيان والاستعمار الفرنسي. باش نرجع بكم شويه لتالي، خاطر برشا من اهالي منزل بوزيان ما يعرفوش اسماء شهدائنا اللي مشوا ضحيه الجهاد هذايا. ميزت حركه المقاومه اللي نفذها ابناء منزل بوزيان ثله من خيره ابناء هذه المنطقه، كانت حركه مسلحه ومنظمه وما كانتش قائمه على مجرد عناصر مشاغبه او مشوشه. كذلك ماهيش حركه منعزله باعتبارها تتنزل في اطار اوسع، وهي حركه مقاومه ضد الاستعمار الفرنسي بالجنوب التونسي، وكان بعض قيادها اتصالات بحركة التحرر الوطني في الجزائر، وهي كذلك عمل جماعي ساهمت فيه أغلب العائلات من ذكور وإناث، بحكم كان الرجل يحمل السلاح ويعتلي الجبال، كانت المرأة هي التي تبعث له بالمؤونة، وهي اللي تحملت مسؤولية حماية أبنائها وتربيتهم من بعده. حتى بعد الاستقلال لم يتوقف أهالي منزل بوزيان عن عملهم النضالي ومواجهة عدوهم الجديد اسمه الفقر والمساهمة في تنمية البلاد المستقل. باش نذكروا أسامي شهدائنا الأبرار اللي مشوا كما قلنا ضحية الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي: الحسين بن أحمد السيدي بوزيان، علي بن الحاج عباس عباسي، مبارك بن أحمد حيدوري، محمد الصالح بن محمد السالم سماري، محمد بن عمار بن سعد حيدوري، الهادي بن العربي سماري، علي بن مكتوف بن محمد السهيلي نصري، الهاشمي بن محمد جلو الفاضل، محمد علي بن محمد غميد ربعاوي، سالم بن علي الأشهب حيدوري، الشريف بن نصر بن محمد سماري، رمضان بن عدودي حيدوري، أحود بن غومة زويدي، محمد الطيب بن علي الصغير عماري، محمد الطاهر بن بلقاسم بن وهيبي ربعاوي، علي بن محمد بن عمر ربعاوي، شهلول بن محمد صالح سماري، الراشدي بن حسين بن علي سماري، الأخضر بن صالح بن العيفة سماري، محمد السالم بن محمد السالم سماري، عمر بن بلقاسم العمامي، عبد الحميد بن حسين بن الطاهر قندوزي، محمد الطاهر بن علي بن الأخضر حيدوري، محمد الكمال بن العربي، حسناوي بن محمد رباج سماري. هذوما ثلة وخيار شهدائنا منزل بوزيان، إن شاء الله نكونوا سميناهم الكل، خاطر هذا كان بحث من كتاب اسمه المجلة الجغرافية، قام بإعداده مجموعة من التلاميذ المدرسة الثانوية بمنزل بوزيان إشراف أستاذ سالم شريحة. كتب هذية عام 1993 و 1994. أعزائي المستمعين، قبل ما نختم ركن بصمات على التاريخ باش نعطوكم لمحة صغيرة على كذلك أصل تسمية منزل بوزيان. علاش تسمت منزل بوزيان؟ المنطقة هذه كانت تعرف باسم الكسر الأحمر في عهد الاستعمار الفرنسي نسبة لأثار مصر الروماني، وما زالت بعض جدران التوى قائمة إلى حد الآن موجودة. وقع بناؤه بالحجارة الحمراء وسمي منزل بوزيان نسبة إلى الشيخ حسين بوزيان اللي هو أصيل هذه المنطقة. وحسين بوزيان قد سبق وحكينا عليه، كذلك هو مناضل ومجاهد ضد من عهد الاستعمار الفرنسي. هكا نكون ختمنا ركن بصمات على التاريخ، باش نمشوا مع بعضنا نسمعوا نغم ونرجع. يا يما في دك عبابنا، يا يما هي دك تحبابنا، يا يما في دك عبابنا، يا يما هيدك تحبابنا، يا يما هيدك قوية، يا يما دكت فدائية، يا يما في دك عبابنا، يا يما هيدك تحبابنا، يا يما في دك عبابنا، يا يما هيدك تحبابنا، يا يما هيدك قوية، يا يما دكت فدائية. عامر قال بعدك أحمد ثورة، ومين القال موت بيخمد ثورة؟ عامر قال
بعدك أحمد ثورة ومين الجال موت بيخم الثورة نموت احنا وتعيش يا ثورة تحميها الراية سرايا ريشية يا يما في دك عبابنا يا يما هي دك تحبابنا يا يما هي دك قوية يا يما دكت فدائية أبو بكر سعيد ومحمود محمد رامي حراس الحدود أبو زرقة سعيد مع محمود أمجد رامي حراس الحدود جودي يا عين بدمعك بالله جود أرواح الأبطال تنسج الحرية يا يما في دك عبابنا يا يما هي دك تحبابنا يا يما هي دك قوية يا يما دكت فدائية تشهد لينا ساحة النزال بعزم وإصرار حطمنا المحال تشهد لينا ساحة النزال بعزم وإصرار حطمنا المحال سباع القتال رهبان الليالي رجالك عامر متها بالمانية يا يما في دك عبابنا يا يما هي دك تحبابنا يا يما هي دك قوية يا يما دكت فدائية شدينا شراح رغم الموج القاسي لا ما ننصاع منطاطيها الراسي شدينا شراح رغم الموج القاسي لا ما ننصاع منطاطيها الراسي رغم الأوجاع أرض ماني ناسي أرض فلسطين الأرض المقدسية يا يما في دك عبابنا يا يما هي دك تحبابنا يا يما هي دك قوية يا يما دكت فدائية لو طال الليل من فرط يا بلادي لو زادوا الكيل أو كثروا الأعادي لو طال الليل من فرط يا بلادي لو زادوا الكيل أو كثروا الأعادي رح يحمي الدار ثواري وأحفادي أرض الأجداد بالدماء مروية يا يما في دك عبابنا يا يما هي دك تحبابنا يا يما هي دك قوية يا يما دكت فدائية وحدنا الدم وأقسمنا اليمين عن المحتل ما تنامي يا عيني وحدنا الدم وأقسمنا اليمين عن المحتل ما تنامي يا عيني شهد الأقصى راية عز الدين سرايا القدس ثورة إسلامية يا يما في دك عبابنا يا يما هي دك تحبابنا يا يما في دك عبابنا يا يما هي دك تحبابنا يا يما هي دك قوية يا يما دكت فدائية يا يما دكت فدائية يا يما دكت الشاوية مرحبا بكم من جديد مستمعينا على إذاعتكم إذاعة منزل بوزيان في ركن معلومة تهمك اليوم ماخذينا موضوع التدخين اللي هي عادة عند شباب تونس الكل والعالم باش نبدو بتاريخ التدخين 5000 سنة قبل الميلاد حيث وجدت العديد من الثقافات المختلفة حول العالم ولازم التدخين هذية لازم قديم من الاحتفالات الدينية كما تقديم القرابين للآلهة وطقوس التطهير وتمكين الشمان والكهلة من تغيير عقولهم لأغراض التكهن والتنوير الروحي بعد العادات هذه
جاء الاستكشاف والغزو الأوروبي الأمريكيين باش ينشر تدخين التبغ في كل أنحاء العالم، وانتشاره كان سريع جدا في مناطق برشا كيما الهند وجنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا، واندمج تدخين التبغ في عمليات التدخين الشائعة في الدول هذه، واللي يعد الحشيش أكثرها شيوعا. وانت شد سيجارو تتكيف، تعرفش شنو المكونات نتاعو هذيا، يمكن يعرفوا مادة واحدة اللي هي النيكوتين. لكن ماهوش النيكوتين فقط مادة من مكونات السيجارة، السيجارة تتكون من البنزين، مبيدات حشرات، سم فئران، أسيتون، بلاستيك أو الأكسيد الكربون. كذلك تتكون من الكاديميون اللي هو يستخدم لإعادة شحن البطاريات. كذلك النيكوتين كما قلنا اللي هي مادة تؤدي للإدمان. الأمونيا وهي منظف الأرضيات والحمامات. كذلك مادة الميتانول اللي هي وقود صواريخ، والميتان اللي هي غاز المستنقعات والمناجم، نترات البنزين هي زيت سام، والميتانول كما قلنا هي وقود الصواريخ. السيجارة هذه تصنع من نبتة التبغ، ما عندهاش اسم عربي في المعاجم لأنه أصلها أصل أمريكي، وهو جنس نباتات مخدرة من فصيلة الباذنجنيات، وهي تعريب لكلمة توباكو، وهي عبارة عن عشبة كما قلنا السامة يبلغ ارتفاعها نحو متر، والجزء السام من العشبة هذية كافي أنه يقتل إنسان كامل. لكن الحيوانات كما العصافير والطيور بالفترة متاحة غريزتها اللي ما أعطاها لها ربي ما تأكلش من النبتة هذه، ما تتقوتش منها خلاص. لكن الإنسان اللي هو ميز ربي بالعقل رغم أنه يعرف المضار متاحة كان يواصل في التدخين. نعطوكم مكونات السيجارة فمش ما تقلعوا على التدخين وتعرفوا المخاطر نتاعو. كي نشوفوا طفل صغير يتكيف وإلى رجل كبير، أول سؤال هي شنو أسباب الوقوع في التدخين؟ أسباب الوقوع في التدخين هي منها نذكر ضعف الإيمان، حب الاطلاع والتجربة، نجم تكون كذلك نتيجة لتفكك أسري معناها عنده برشا مشاكل، الدعوة المشبوهة له في وسائل الإعلام، وإلا صحبة المدخنين. التدخين ثم سؤال كذلك يتسأل برشا اللي هو علاش المدخن لون شفته سوداء وإلا فيها بقع سوداء. السبب هذية ناتج عن التسمم في الدورة الدموية في الشفاه نتيجة النيكوتين، والسبب الآخر هو بطء الدورة الدموية اللي ناتج من السخونة المتكررة في المنطقة يؤدي إلى ركودها وبالتالي يضعف من زرقة الدم نتاج تجمع الدم الراكد. أضرار التدخين، التدخين عنده أضرار لا يمكن عدها ولا يمكن إحصائها، نذكر منها الأضرار الاجتماعية، منها أنه يؤذي الآخرين برائحته بريحة الدخان ويفسد عليهم مجالسهم واجتماعاتهم كما ركوب السيارة ولا الطائرة أو غيرها. كذلك عنده أضرار مادية أنه يضيع فلوسه في باش يشري باكو دخان، وقد يكون حتى باكو ما يكفيش ويمكن زوز في النهار. وأهم حاجة اللي هي الأضرار الصحية وهي كثيرة جدا نذكر منها اللي هي سبب رئيسي لمرض السرطان وخاصة سرطان الفم واللسان واللثة وغيرها، كما يسبب ألم في الحلق وبحة مزمنة وضعف في الشم والذوق، كما أنه يسبب جلطة القلب والدماغ فين عفكم الله، كذلك يسبب السل الرئوي وتشوه الوجه والشفة واللسان، ويسبب كثرة القلق وسرعة الغضب.
المخاطر اللي عطيناها لكم هذه هي فقط تلخيص بسيط جدا باش تبينوا لكم مضار التدخين وانكم تقلعوا على التدخين حتى كان واحد ما ينجمش اما يسنس روحه بشويه. نسمعوا نغم ونرجع. رجعنا لكم جديد بعد ما كنا نسمعوا فينا غم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. وصلنا لآخر ركن من أركان بانوراما واللي هو مثل اليوم. كما سنسنكم في الحصص الفارتة المثل هذا ما يجيش وحده، معاه القصة نتاعو. ما نطولش عليكم برشا، نعطيكم المثل، يقول خذ الشور من راس الثور. قصة
القصه نتاعو كان ثم امراه قويه كان عندها ثور تستعين به في اعمال الحرث نتاعها. نهار من نهارات خرج رجلها يخدم عطش الثور هذيه برشا دخل راسه في جره كانت موجوده في الساحه وما نجمش يخرج راسه من الجره هذه والمراه ما عرفتش كيفاش تتصرف خاطر حبت تحافظ على الثور وكذلك حبت تحافظ على الجره باش ما تتكسرش. استعانت المراه هذيه بجارها حكت له القصه جاء قعد بحذيها وشرب قهوة وخرج علبة الدخان نتاعو وبقى يفكر كيفاش يخرج راس الثور من غير ما يكسر الجرة. وبعد جهد كبير وتفكير طويل قال للمرأة انه يلزم نقصوا راس الثور باش نجم نخرجوا راس الثور ونحافظوا على الجرة. وفعلا اعطته السكين وقطع راس الثور لكن مع ذلك ما نجمش يخرج راس الثور خاطر كبير برشا. قال للمرأة يلزمنا نكسروا الجرة وبالفعل هز الفيس وكسر الجرة وهز رأس الثور بيده وكان مسرور بذكائه أنه نجم يوصل الحل. رجع رجلها للدار واسألها شنو اللي صار حكت له القصة ضرب كف بكف وقال خذ الشور من رأس الثور. ولت المقولة هذه تتقال كمثل لكل أحمق يقدم تضحيات كبيرة ولا يحصل على أي نتيجة بالعكس يزيد يخسرك. قصة طريفة شوية توصلنا لختام حلقتنا واستمعينا إن شاء الله نتلاقوا في حصص قادمة كالعادة الحصة من أعداد وتقديم كوثر حيدري. والفريق التقني منذر بن جدو جميل فاضل. جيسر عميمي في المتابعة. إلى اللقاء. ألوان من التراث. برنامج كل سبت الصباح يجمع بين الصوت البدوي والشعر الشعبي. إعداد وتقديم علي شوشان. أخواتي يا إخواني يا أعزائي المستمعين أهلا ومرحبا، نلتقي من جديد ومع حصة جديدة من برنامج ألوان من التراث. نحييكم ونشد على أيديكم تحية للمرأة في البيت، للعاملين في كل القطاعات، للفلاحين في الحقول، في الطريق، في السوق. هذا برنامجكم ألوان من التراث يصافحكم أينما كنتم. يؤمن لكم هذه الحصة زملائي في الاستوديو جميل فاضل في المونتاج، منظر بن جدو مهندس الصوت، سهام شنيني في التنسيق الخارجي، وهذا أنا علي شوشان من وراء الميكروفون. برنامج ألوان من التراث هو برنامج نبحث من خلاله في أعماق تراثنا الشفوي والمسموع من خلال الموروث الشعبي من شعر وأغاني وعادات وتقاليد. ولا يفوتنا أن نذكر أنكم في الاستماع إلى راديو منزل بوزيان على موجة الأف أم من خلال الذبذبة 103.5 ميجا هيرتز.
إذن عزيزي المستمع، نبدأ على بركة الله حصتنا اليوم، وما رضا الله إلا برضا الوالدين، والوالدين هم كنز الحياة وهم مستقبل الإنسان يوم الآخرة، لذا أوصانا الله ببر الوالدين. ويقول أحد الشعراء: والديك لخلط الصحة بهم، أصيف الصيف عليهم، إياك في مأوى العجز ترميهم. وأقول أنا شخصيا سوى تصلي وتحج وتزكي ملايين، بلا رضاية والدين تعدي حياتك خاسرة وخاسر في الدين. توكلنا على الله واعتمدنا على رضاء الوالدين، وننطلق مع أول نغم في حصتنا هذه معنا بها كراولي والأيام والمكتوب.
إذن أخواتي إخواني أعزائي المستمعين، نصافحكم مرة أخرى وأذكركم أنكم في الاستماع إلى راديو منزل بوزيان حسب الذبذبة 103.5 ميجا هرتز من خلال موجة الأف أم. أنتم مع برنامج ألوان من التراث، هذا البرنامج الذي يتلون التراث، تراثنا الغني الثري بأنواعه الشفوية والسمعية والبصرية، لكن نحن كإذاعة لا يمكننا أن نمرر حاجات بصرية، أنتم تكتفون معنا بالاستماع، نحن نتصرف ونبث حسب أذواقكم وحسب رغباتكم واقتراحاتكم. إذن بدأنا بكلام عن الوالدين، وما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. الوالدين هم كنز للإنسان، ولا يتحرك الإنسان في هذه الحياة إلا بمشورة الوالدين، والله أوصانا ببر الوالدين، ولأن الأم تتنزل عند الله قيمة كبيرة، يقال أن الجنة تحت أقدام الأمهات، ولا ننسى دور الأب في الحياة، وكذلك لا ننسى رضاء الوالدين عند الله. فمن كان على امتداد وتواصل مع الوالدين بطريقة سلسة ومرضية فسيكون جزاؤه خير. إذن لو تحدثنا عن هذا الموضوع وتناولنا رضاء الوالدين لكان الموضوع يطول ويطول ويتطلب برامج وحصص طويلة. حتى لا أطيل عليكم، ولأن اقتراحاتكم تأتي من هنا وهناك، ونحن نحترم اقتراحات مستمعينا ومستمعاتنا، لأننا نقدم هذا البرنامج وكل برامج راديو منزل بوزيان هي وفق رغبات مستمعي هذا الراديو. أترككم مع قصيد للشاعر علي العرضاوي، الوالدين. الوالدين سعد أيام من رضاهم، ومن عاش طول العمر في مرضاهم، يا سعد من سايسهم ومنه ظهر من الصغر من نغصهم، ولا يوم من الأيام في عكسهم، ولا يوم غطر من قده صفاهم، يقدش يرد الدين ويخلصهم، لكن خلاصهم صعبة مولاهم. قد ما جيري ما يرد دين والده، والوالده ما يقده عليه كافح وقت الرخاء والشدة، وعانوه لنولى كبير معاهم، وعدوا عليها مرار ما تتعدى، ورضوه لكان طلب عشاهم. هم عطوه بغرضة، هم عطوه بغرضة، بدي الدين حقهم على الابن ربي فرضة، مكتوب على طول الزمان وعرضة، ومشروط ما يدير الخيابة معاهم، كانهم رضوا مولاك عنك يرضى، وكانهم بكوا يا حليل من بكاهم، يا حليل من كدرهم وزور معاهم مسربة وغدرهم، واليوم كبروا هانهم وحقرهم، وفي الحوش تاركهم وزاد انساهم، لا حن لا ولا على خاطرهم، ولا العيد جابا ولا المواسم جاهم. كل من غفل عليهم، كل من غفل عليهم وداير ضراري وما بقاش يجيهم، انسي واجبة والديه سلم فيهم، شيابين ولوا والولد خلاهم، يجيه وقت ما يلقاش ما يرضيهم، والله يرضى كان شي برضاهم. شيابين توا ولوا، شيابين توا ولوا، وراح النظر والصغر هاهم ذلوا، نقص جهدهم بدو قاعدين يصلوا، ولت النوضة تكيد في باباهم، حليل من عليهم غافلين تخلوا، وراهم ضراري وكبر عدا جاهم. الكبر عدا وصلهم، الكبر عدا وصلهم، وعدا بديل أركاب ويعقلهم، ويزيد نقص الشبح بيذللهم، ويتفرقوا لكباد ما يلقاهم، ويبدو الضراري كل بمنازلهم، وكل حد بدل وجهته وخطاهم، كل حد بدل شورة، كل حد بدل شورة، وكل حد قاسي بخدمته وأموره، وكل من ترك والديه وصل دوره، ضراريه كيف كبر وعطوب قفاهم، ومسلسلة الأيام دوره بدوره، وكيف ما كيف ما عمل لازم يدير ظناهم، كيف ما عمل للبابا في والده في صغرته وشبابه، يعقب ضراري حاسبين حسابه، والدين بيردوه في باباهم، واللي زرع القمح جات صابه، واللي زرع الشوك عدا جاهم. من طاحهم يتهنى، من طاحهم يتهنى، ومن طاحهم ضامن دخول الجنة، عارف وقبل السيل بيده ونا، وخايف وخاف تدهما الوديان يرعب بهم، وعارف رضاية لهم فرض وسنة، وربي جعل حقوقهم فابناهم.
الوالدين سعد أيام مر الظهم ومن عاش طول العمر في مرضهم. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لأن الشعوب لا تنسجم إلا مع تراثها وفنونها، ولأن التراث له علاقة وتيدة ومتواصلة مع جذورنا، مع أعماقنا، مع تاريخنا، مع حضارتنا، لذلك وجد هذا البرنامج، برنامج ألوان من التراث. ترد إلينا عديد المقترحات، كل مستمع يريد لون معين ويتساءل ويستفسر عن لون أو شيء معين. اليوم سنتحدث عن الشعر الشعبي وأغراض الشعر الشعبي. الشعر الشعبي هو نوع من أنواع التراث الشفوي المسموع، والشعر الشعبي تتفرع عنه عديد الأشياء. الشعر الشعبي يغنى، تغنيه الفرق الموسيقية، يغنيه الأدباء، وتحدثنا عن الأديب خليفة الدريدي وسنأتي إلى ذكره في هذه الحصة. يغني الشعر الشعبي كذلك حتى عامة الناس، كما تحدثنا في حصة سابقة عن شعر الملولي، هذا نوع من أنواع الشعر ويغنى كذلك. وأغراض الشعر الشعبي متعددة، وأوزان وبحور الشعر الشعبي متعددة أيضا، لا يمكن مقارنتها ببحور الخليل ابن أحمد في الشعر الفصيح. بحور الخليل 16، ولكن بحور الشعر الشعبي تفوق 30 بحرا. أنواع الشعر الشعبي أو أغراض الشعر الشعبي متعددة، منها المكفر. والمكفر يعني هو الشعر الذي يتعلق بذكر الله والرسول، وعادة ما يبدأ الأدباء في السهرة في العرس. الأدباء لما ينطلقون في الغناء يبدأون بلون المكفر، يقال يبدو بصلة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو نوع المكفر. وهناك نوع البرق. البرق هو وصف السحاب، وصف العاصفة، وصف السحاب، هذا هو البرق، هو غرض من أغراض الشعر الشعبي. هناك غرض آخر هو غرض النجع، ووصف النجع، كيف النجع في حله في ترحاله، كيف يتنقل النجع، الإبل، بيوت الشعر، الفرسان، كيف ينزلون في ديار معينة، كيف يرسلون إنسان يستكشف الجهات، يبحث عن المرعى وعن الماء، كل هذا مطالب به الشاعر في وصف قصيدة النجع، هذا غرض آخر هو النجع. وهناك كذلك الغزل، يسموه في الشعر الشعبي الأخضر. الأخضر يعني شعر الغزل، شعر العاطفة، ما يتغنى فيه بالحبيبة ووصف الأمور المتعلقة بالأمور العاطفية، يتسمى شعر الغزل، سواء كان وصف أو وقوف على الأطلال أو ما إلى ذلك، كله يسمى الشعر الأخضر في الشعر الشعبي. وما يرادفه في الشعر الفصيح هو شعر الغزل. كذلك هناك شعر الأحرش. الشعر الأحرش هو شعر الفخر، وشعر الفخر معروف حتى في موروثنا العربي الأصيل. الشعر الفصحى موجود شعراء الفخر، من أشهرهم المتنبي. المتنبي شاعر فخر، وشعر الفخر يسمى في المفهوم الشعبي وفي تراثنا الشعبي وفي قاموس الشعر الشعبي يسمى الأحرش. والأحرش يستعمل عادة، هذا حسب ما هو موجود في تراثنا، يستعمل بين الشعراء، يلتقي الشعراء، وإذا اشتد الصراع في سهرة يبدأ بالمكفر ثم بالبرق ثم بالغزل وبالنجع وأغراض أخرى، وإذا اشتد الصراع يبدأون بالشعر الأحرش. والشعر الأحرش هو شعر الفخر. أعطيكم مثال، مثلا بسم الله وقاية ربي، كل لافة جيني نحاربها، بحري فايض ديبة معبي، ذهاج الدنيا يخربها. شوف يعني الصورة، أنه الشاعر يستعرض عضلاته من خلال أبيات شعرية، وبدوره الشاعر المقابل يرد بالمثل لإثبات وجوده، وحتى لا يسقط بالضربة القاضية كما يقال في قانون الملاكمة. وهناك غرض آخر من أغراض الشعر الشعبي هو الكوت. والكوت هو وصف الجواد. يقول أحمد البرغوثي: الله لا كوت حماك، في الجري سباك، غذي سيرت موش قلاق، مطلوق إيدو ساقة، ولد الكحيلة بتحقاق، جابوه سراق، باعوه بيعان تضراق، قبضوا 30 ناقة، أزرق كما صم لمداق، في اللون يغماق،
مرشرش طرشريش لو جاك دارة بدارة صفاقة مهذول ريشات لجداك في الصرع لهماك عيونها كما صلب الحاج تغلق وتفتح الشاجة. هذا وصف الكوت وصف الجواد. ونجد كذلك في الشعر الفصيح لأن التراث الشعبي هو امتداد لتراثنا العربي ونحن أمة واحدة ولو جهنم صبت على رأسها واقفة كما قال مظفر النواب. امرئ القيس امرئ القيس بقصيد وصف للجواد يقول مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حقه السيل من علي. شوفك التشابه بين أحمد البرغوثي في القصيد الشعبي وامرئ القيس في وصف الجواد في الشعر الفصيح. إذن أغراض الشعر الشعبي هي ثرية ومتعدة وأوزانها طويلة. نذكر من الأوزان، نحن لا نستطيع أن نأتي على ذكر الأوزان في برنامج واحد في حصة واحدة، لكن سنأتي عليه كل مرة بالتقسيط. يعني هناك وزن البرجيلة. البرجيلة هو من أحلى بحور الشعر الشعبي، والبرجيلة يتفرع إلى ثلاثة أنواع. هناك برجيلة المثلث، وهناك برجيلة مكسور الجناح، وهناك برجيل المزيود. كذلك هناك بحر الموقف، هناك الملزومة، هناك الروشن، هناك المسدس، هناك المربع، هناك العرضاوي، هناك الحمروني. والأوزان متعددة وعديدة الألوان. نرجع بكم أخواتي إخواني إلى اقتراحاتكم، والاقتراحات عديدة ومتنوعة. تأتي إلينا عديد الاقتراحات. هناك من يطلب قصيدة للشاعر محمد لوحيشي، وهناك كذلك من يقترح إضافة في الوقت. نحن أضفنا في الوقت، ولكن راديو منزل بوزيان هي إذاعة فتية تتوسع بإذن الله في البث وفي التوقيت لاحقا. هناك من يقترح أغاني معينة، هناك من يطلب الاستماع إلى شعراء بعينهم. نحن سنسعى إلى تلبية وإرضاء أذواقكم بإذن الله. ولكن اليوم هناك التقى مجموعة من المستمعين في اقتراح أغنية معينة، هي أغنية ثلجة يا غيم العشوة. ومن الذين أكدوا وألحوا على هذا الاقتراح المستمع محمد سعيد فاضل. إليكم أغنية ثلجة يا غيم العشوة. يا ويا غيم العشوة ويا هلال يا ويا غيم العشوة
إذن كنا نتحدث عن الشعر الشعبي وأوزان الشعر الشعبي وأغراض الشعر الشعبي، وقلنا أن الشعر الشعبي هو يتفرع إلى عديد الإبداعات، يغنى هذا الشعر ويرسل كألغاز ويستغل في مواضيع عدة. كانوا العرب أو كانوا أبائنا وأجدادنا البدو والريفيين عادة يحتفلون أثناء سهراتهم بالشعر الشعبي، وكان الشعر الشعبي لا يلقى إلقاء مجرد إلقاء، كان يغنى ويستدعى الفنان أو الأديب أو الغناي كل جهة حسب مصطلحاتها وحسب تقاليدها تسمي الشاعر الذي يغني. هناك جهات تسميه الغناي، هناك جهات تسميه اللزام، هناك جهات تسميه الأديب، وتختلف التسميات، لكن في النهاية تصب في واد واحد هو الأدب الشعبي والشعر الشعبي. لما يأتي الأديب أو الغناي إلى الصحراء يبدأ بشعر المكفر ومعه الحكامة أو الخماسة كما يقال ويسمى في جهة الساحل والمثاليف بالسعفة. يبدأ الأديب بشعر المكفر، وشعر المكفر قلنا هو ذكر الله والصلاة على النبي. أعطيك مثال، نبدأ بسم الله القوي المتين السميع المعين رب المرسلين عادل في ميزانه جل اسم الله ليسها ليسين عالم الأولين جملة معروفين كل واحد وامكانه. سألتك يا مولاي بجاه ياسين ويات التبيين وحروف الستين كل حرف وبرهانه. هكذا القصيد مثلا هذا يغنى بالصوت وتنطلق السهرة. أول ما تنطلق السهرة سهرة الشعر الشعبي أو الغناي تنطلق بشعر المكفر، ثم يبدأ الشاعر في لون آخر. شعر الكوت مثلا المتعة والدائي والكيف مركوب خفيف وبنات صبايا متاحيف ركوب السرحان والحوق البنت المزيانة كار الشجعان فيه لذعة ومتعة وبنانة إلى آخر القصيد. يعني كل ما هو وصف للجواد للحصان يسمى
قصيد الكوت. والكوت عادة لا يصف شعر شعب الكوت هكذا كوصف مجرد، يصف الكوت وكيف اشتاق إلى مكان معين ويتمنى وجود هذا الكوت ويقطع به هذه المراحل، وهنا يتطرق إلى وصف الضحضاح. والضحضاح أيضا ربما نسيت ما أتيتش على ذكر الضحضاح، الضحضاح هو أيضا غرض من أغراض الشعر الشعبي. ثم بعد الكوت، بعد المكفر قلنا والكوت، يبدأ الشعر في وصف البرق. خفق البرق يبان بعيد ويدخل فق وشير من الأبعاد، رشق يموج يميد يتكلم فيه الرعد انطق، ويطق طق تلحف بسواد مغلق، ظلام يزيد تقول عسكر في برا عبيد. خفق البرق يبان بعيد، والبرق هو وصف السحاب، وصف العاصفة، وصف السحاب. يبدأ الشعر ثم يدخل إلى النجع، وصف النجع منين نوصف هالعربان، ونبدأ منين نجوعي في الضيم فراسين منو الزمان، خبرهم شايد معروفين وفس عيني ذا تكلم حب المرتين، نهار فتاني هبوا لعناض الدخان منين نوصف هالعربان. هذا هو النجع. ثم هناك أيضا غرض الضحضاح ذكرته منذ حين، ضحضاح وعرم شيط يخليه زيد شطاطة من الحر طير ويفرفط، نقل صراب وطواطة يصعب على من الصبط، ولا من ينجم شياطة وحتى الجمل فيه يفحط، ميتيق غبط بحاطة ضحضاح خايب ومفحط، يشيب رضيع القماطة لعبات تكبس وتربط، ولا من مسيب رباطة إلى آخر القصيد. ومعنى الضحضاح ما هو الضحضاح؟ الضحضاح هو وصف الصحراء المقفرة الخالية التي لا يعيش بها إلا الحيوانات الضارية والبرية من سحاري وجبال وكثبان ووحوش، هذا هو الضحضاح. إذن الشاعر أثناء السهرة مطالب بالتغني، مطالب بالتغني بكل الأغراض، أو فأنه ليس شاعرا، هذا في قانون الشعر الشعبي. يلزمك تغني كل الأغراض، تبدأ من المكفر للكود للنجع للضحضاح لوصف البرق للأخضر للفخر للحرش لا كل الأغراض، أو فإن الشاعر يعتبر ناقص وغير متمكن من هذا الميدان. وعلى ذكر الأدب الشعبي والغناء البدوي، أترككم الآن مع أديب عرفناه في حصات سابقة، هو الأديب المعروف خليفة الدريدي وأغنية الحامي والشدة، نصبر على الحامي والشدة مع خليفة الدريدي. I'm
كل عنا مطلوب شيء ما سمي في كل العاني برضو بحزاني نيمونها الشعر وفنا المجنان عطاني تحلق مغني وطاطا مزاني شعر خلاني والمحفل فيا يستنى مغلوب العين مغلوب صر الرباني سمحة تعواني وحواها فيا تتمنى أخواتي يا إخواني، بعد ما استمعنا للأديب خليفة دريدي نذكركم أنكم على موجات راديو منزل بوزيان FM خلال الذبذبة 103.5 ميجاهرتز ومع برنامج ألوان من التراث. التراث والتراث عديد ومتعدد. التراث حتى في خلال سلوكنا اليومي، خلال الإنسان يخرج إلى المزرعة من خلال جني الزيتون، في الحصاد، في أغانينا، في أفراحنا، كلنا نتصرف تراث، والتراث هو جذورنا، والتراث هو تاريخنا، وهو
على علاقة متينة بالإنسان، والإنسان الذي لا يملك تراث ليس له حاضر وليس له مستقبل، هذا شيء لابد من معرفته. لو تحدثنا عن التراث الشفوي، هناك من غير أو خارج الشعر الشعبي، التراث الشفوي موجود في الغناء، موجود في آلة القصبة، في الزكرة، هذا كله يخرج عن الشفاء، عن الفم. يعني عازف القصبة لما يعزف القصبة هو نوع من التراث المسموع الشفوي، وعازف الزكرة كذلك. والتراث في عديد الأنواع والأشكال، التراث في أكلاتنا الشعبية، التراث في أغطية وملبوسنا الشعبي، الأغطية، المرقوم، البطانية، الكليم، الأكلة الشعبية كذلك ما ننسوش. وإن شاء الله سنقدم في يوم ما حصة حول هذا الموضوع، حول المأكولات الشعبية ومأكولات التراث. إذن تراثنا غني ومتعدد، ونحن من هنا من خلال هذا البرنامج نوجه الدعوة إلى مستمعينا ومستمعاتنا الكريمات، كل من له إضافة، كل من له إبداعات في هذا المجال، في مجال التراث، من شعر، من غناء، من مواضيع معينة حول الأكل، حول الموروث التراثي، يتقدم لنا بمشروع، ونحن لا نغفل عن ذلك. نحن وجدنا هنا لنستمع ولنمرر اقتراحاتكم ثم نطبقها من خلال هذا البرنامج. إذن برنامجنا هو يعنى بكل ما هو تراثي، لأن التراث واسع ومتعدد وشاسع. حين نقول شاسع، التراث يمتد عبر القرون، ولكل جهة تراثها، الجهات تختلف، لكن لو نبحث في النهاية تصل كل الجهات إلى نقطة انطلاق واحدة، باعتبارنا عرب، والعرب لهم تاريخ واحد، مصير واحد، وأرض وتراث واحد. أترككم أعزائي المستمعين مع نغم من أنغام التراث، ولكنه نغم يشد الانتباه وخفيف نوعا ما. أترككم مع الشاب عماد ودريز الخيل. سلاح وعذر
غلبني الليل نبضوا ليالي الصبر غفا عين ساهر غلبني الليل نبضوا ليالي الصبر على جواد فات الطريق وحاد تارك صهيل ونفر أعزائي المستمعين، نعود والعود أحمد، ونذكركم أنكم في الاستماع إلى موجات راديو منزل بوزيان أف أم حسب الذبذبة 103.5 ميجا هرتز، وأنتم في الاستماع إلى برنامج ألوان من التراث. يقترح علينا عديد المستمعين ألوان متعددة، ويلومنا البعض كيف نمرر الأغنية كذا أو الأغنية كذا. هناك من يريد أغاني القصبر، وهناك من يحب الشعر الشعبي، وهناك من يحب الأهازيج البدوية بالذكرى، وهناك من يريد الاستماع إلى فنان معين. هو برنامجنا هذا اسمه ألوان من التراث، يعني متعدد الفقرات نقدم فيه الشعر الشعبي، الغناء البدوي، القصبة، الذكرى، العادات والتقاليد، نتحدث عن عديد العناصر. ولنثري ذاكرة المستمع نتحدث عن عديد الأشياء ونحدث عديد الفقرات في هذا البرنامج، لذلك نحن أسميناه ألوان من التراث. ووجه من هنا دعوة إلى مستمعينا ومستمعاتنا الكريمات، نحن لا نبخل ولا ندخر جهد في تمرير اقتراحاتكم. من كانت له موهبة شعرية، من كان له موهبة في العزف، من كانت له موهبة في الغناء، فليتصل بنا في مقر الإذاعة راديو منزل بوزيان، ونحن سننظر في هذا الموضوع، وبإذن الله لن تجدوا إلا الترحاب. أترككم مع ديو، نوع جديد من التراث، ديو بين البشير عبد العظيم والفنانة أسمى سليم. هذا الديو بعنوان يا دلال العين. أترككم مع البشير عبد العظيم وأسمى سليم.
من طبخ الناس ترقد الليل الليل ومن عدت بس صاحي صاحي عيني من طبخ الناس ترقد الليل ومعاوية ومعاوية يبات صاحي جرى لك ما نجم تسهيل عالبدر بات تتحاحي نديمي الليل تراجع خطارتي وين الليل تراجع خطارتي وين الليل تراجع ريم النواجع زدتي فوق الوجع مراجع خطارتي وين هين الليل خطارتي وين الليل تراجع خطارتي وين الليل تراجع ريم النواجع زدتي فوق الوجع واجع خطارتي وين والليل دمس خطارتي وين الليل دمس خطارتي وين الليل دمس الخاطر حاصل حاصل يا بودورك داس بودورك داس كبير شوقي شوقي هيا عز الناس يا عز الناس وين خطرتي صورة في الذكرى سطرتي خطرتي وين الليل خطرتي الليلة تراجع خطيرتي وين الليلة تراجع ريم النواجع زدتي فوق الوجع ماجع خطيرتي وين الله الله عليك جوبا جوبا وقفارة خطرتي في جوبا جوبا وقفارة خطرتي في جوبا وقفار وبرا وغار مغيطيطيفك طول المشوار طول المشوار مونسني ليل مغى نهار ليل مغى نهار وما ما قصرتي والله ما قصرتي زي ما سهرنا الليل سهرتي خطيرتي وين الليل خطرتي وين الليل تراجع خطيرتي وين الليل تراجع ريم النواجع زيتي فوق الوجع ما جا خطيرتي الله 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 عشت يا بالقسم عيش بارك الله فيك مشكور سيدي سهرتي خطيرتي وين الليل
خطرتي وين الليل تراجع خطرتي وين الليل تراجع ريم النواجع جدي فوق الوجع ما جا خطرتي وين ما شاء الله الله أخوتي إخواني التراث هو كما قلنا ثري ومن التراث الشعبي هو التداوي بالأعشاب والتداوي بالأعشاب هذايا طب معروف منذ القدم وإلى الآن ولأن الدواء يستخرج من الأعشاب فهذا شيء ثابت وصحيح إذن التداوي بالأعشاب هو عالم واسع وغريب وهناك أطباء والآن في العصر الحديث أحدثت جامعات تدرس ومراكز وأطباء مختصون في هذا الميدان ميدان التداوي بالأعشاب ونحن نعرف كيف أن الإنسان أحيانا لما يحس بأوجاع على مستوى المعدة يقول لك أطبخ براد شيح أطبخ براد شيح أو أمضغ شوي لبان أو مسح بشوي ما زهر هذه كلها موروث تراثي موروث شعبي والتداوي بالأعشاب أثبت العلماء أنه له دور له مفعوله في عالم الصحة وفي عالم الطب ومن هنا يثبت التراث أنه يأتي بأشياء صحيحة لأن الموجود في التراث عادة لو نبش ونبحث نجد أن جذوره صحيحة لم تأتي من عدم لم تأتي من عدم وكثيرا ما اكتشفنا أن أدوية كيميائية تباع في الصيدليات مشتقة من الأعشاب وهذا ثابت وصحيح يعني بالحجة والبينة وعلى ذكر الأعشاب والتداوي بالأعشاب هناك شعراء شعبيين تطرقوا إلى ذكر الأعشاب في قصائدهم في تراثهم الشعبي في أدبهم الشعبي ومن ضمن هؤلاء الشعراء الشاعر بالقاسم بن عبد اللطيف المرزوقي بالقاسم بن عبد اللطيف المرزوقي هو شاعر وفي نفس الوقت طبيب أعشاب لأترككم مع هذه التجربة شيئا ما ونستمع معا إلى بالقاسم عبد اللطيف في قصيدة طبة ومقرناش الطب التي يحصي فيها أعشاب الفيافي والريف والصحراء استمعوا إلى بالقاسم عبد اللطيف وقصيدة طبة ومقرناش الطب طبة ومقرناش الطب وموش عجب نداو بدوايات عرب وطبة طبة مقرناش دروس ولا لنا في الطب علوم احنا نداو من غير فلوس احنا نبرو الجسم المهموم وبضمايد على كل زنوس وعرعار جداري مرتوم نضمد على الصبع المدحوس نكمد للجرح المعدوم يا حميمة قوفة مدسوس من اللسعة يبري المسموم جبار على شمس الروس العلقة للعاجر مفهوم الفاجل لو كانك منفوس الحرمل للنافس ملزوم كانك في المعدة مكبوس مروب الداوي المحموم كانك مستبرد منقوص وطقلها كليلة مغموم كانك من وذنك محسوس الرمث اللي يبريها معلوم وكان عندك ريح المعكوس الشيح يجلي كل هموم وهالشي مجرب ملموس وكان تحب تعالى للزهرة وجرب وطبة مقريناش الطب شبوا في الزهرة صيار وشوفوا هالدرس المهجور اللي عجزت فيه الشعار اللي يعجز فيه الدكتور لاهو في معاهد تشهار ولاهو في الكراس سطور درسي في صحر القيفار ودرسي في البر الممطور درسي في حشايش وشجار وما ينبت في كل برور درسي حلاب وعرعار ودرسي نوار القبرور درسي قزاح وقبار ودرسي الترفاس المشهور درسي الباقل يا صقار ودرسي المثنان المخبور درسي في العرفج نوار ودرسي للخبازة نور درسي للبلبال امطار ودرسي للترثوثي زور درسي عالسكومة دار ودرسي للتميري دور درسي البشلامة يخضار ودرسي للمرغيد بخور ودرسي عالسدرة قطار بنوت صب وتتنشى في الارض عشب وطبة مقريناش الطب
ما زال الخاثر ما زال نعدد ونزيد التفصيل، نواصل منبوط وشعال وكراث ولازول طويل، صبطة طرفايا وزال وزيوان وحمير يميل، القرذاب وجفجف ينهال وقيز وبوقر عون جميل، وطقطاقة وفولة لابال وحذلان ورقمة وسبيل، ولرطة والقندول طوال الجرجير بكل جراويل، المرخة والضمرانة عال عقيفة واللسلس تخبيل، حلمة وعلندة تنجال الدفلة في الوديان تهيل، عفانة وغزير جمالك ريشة نعجة كلها ميل، عثا وغباثة فرمال وحنظل يبري كل عليل، الجعدة والزعتر في جبال الصبغة والمجيغ قديل، قتات وغذام وبلبال عضيدة ونمص التخليل، عذم ولبانة في حفال السب السب ومنظرها يروي من الغب وطبة مقريناش الطب. ما زال نزيد الترتيب نواصل ونواصل الحساب، وما زال نعدد ونجيب وما زال نصنف الأعشاب، غتلة والخنفور يصيبوا صفارة في كل شعاب، قطفة والحريق عجيبوني يلمع ما سيف غراب، وياسر في العدان صعيب يكيد الشاعر والكتاب، خسارة من كثر التحطيب غدت جوبا شينات شهاب، عيب على الحطابة عيب تجيب حمول على الكتاب، خلي حيوان التكسيب التاجر رخص عالجلاب، لا عادش زبدة وحليب ولا دهان معبي الحلاب، لا عادش عشة ولا كيب ولا بيت مسحد لطناب، لا عادش منبوط خصيب نزل قصة فاس الحطاب، وقعدت يعوي فيها الذيب وخليت لشعاب ولسهاب، وعلى ذكرة الذياب نصيب نشب ندب وللدرس الثاني نقلب وطبة مقريناش الطب. فالدرس الثاني الحيوان اللي عمر في كل صحون، المستروس في كل اضبان اللي خلى الشاعر مفتون، نبدا من ريم الغزلان ولريا اللي يفرق لون بلون، وثعلب وفلك وضربان وقنفود وضب وفكرون، الفهد مع الذيب الجعان على الارضع موداد قرون، الارنب في وسط الوديان وتتقع على كل عيون، خاف من الصياد يبان ويصفقها برش الكبسون، خلي ذريها طشان خيت على الدهر الملعون، لريا الوانا في البطنانك من القتلة حب البلدون، عليهم تتبارى الجدعان وتظهر تصطاد بكميون، جيبوها شاه وجديان يخذ حظ الصحراء المغبون، ثروة كملت يا الاخوان وتاني نحب عليها دمع العين يصب وطبة مقريناش الطب. نبكي ميم العين دموع وقلبي متحرشم بوجاع، نخرد على الصحراء ونجوع وان كان البدوي رباع، وان كان الهوش الممنوع ونصلة قرشة والفاع، ثعبان وصوتا مسموع وبوليلة كيف للساع، بعللو وحناش تروع وبفطيرة يلعب فجاع، قندي ورلو جربوع وفار احمر يحفر قصاع، وان كان الكوت الدعدوع يفلى في عشبة رتاع، لا غرمي تبقى للجوع وديما بالنوار شباع، اليوم هاهو برك مقطوع وما عاد يخش بكراع، سامحوني طوال الموضوع وما زالت في الهوش انواع، الزلمومي بعدها متبوع الجرد نقب وخبط المنداف الشقلب وطبة مقريناش الطب. ثالث درس من التعديد وفي طيور الصحراء عداد، ذكرني البرني تنزيد حدايا وقطايا جناد، حجرة وحبارة في البيض حمام جمري من وادي الواد، نسر وصقر اللون فريد عقب عنا تشاف الصياد، الهدرج من كثر التصيد غبي حذرة من كل اسناد، الغراب مجن التجنيد وراكس على الحاشي شراد، قابوع وقليل نعيد وبوما تكمن فيه الهواد، كلب تدوع مز وبيد وبو جحارة ما بجراد، مكة والتنبيب يفيد ودمى لصغيرك فياد، بوبي شيري نق غريد وحكمة في صوتها تنعاد، كان شر يكون بعيد وكان خير علينا عاد، سامحوني نحبس تحديد وبسلامي نختم لنشاد، سلامي على الحاضر في العيد بشوق وحب ومن طول قصيدي نزرب وطبة مقريناش الطب، وموش عجب نداو بدوا يا تعرب وطبة. شكرا. هكذا سيداتي أنساتي سادتي أعزائي المستمعين أتينا على نهاية حصتنا اليوم، ونتمنى لكم استماع جيد لبرامجنا وبقية برامجنا من خلال راديو منزل بوزيان FM عبر الموجة
أو عبر الذبذبة 103.5 ميجاهرتز. وإلى أن نلتقي أستودعكم الله مع تحيات زملائي التقنيين منظر بن جد ومهندس الصوت جميل فاضل في المونتاج، وهذا أنا علي شوشان أحييكم من وراء الميكروفون. إلى اللقاء.